أهل الفضل والحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الكرام، سيداتي الكرماء، بقيت مزكية طيبة تتبخت وتتفوح طولا وعرضا. كلنا عرضا في ساحة العزة الكاملة وتطوفها المحبة الصادقة الخالصة الصادقة من الخليفة العام للطائفة القادرية القدسية في مكة وبلدها الشيخ محمد التسليمي الثالث الشهير بالحاج ام سلمة ابن الشيخ الولي الكامل الحاج عمر ابو عبد الله في اخر الودائع في اخر الدائمه وعمر طويل وصحه كامله وحاله صادقه ونعمه وافره المتوجه الى جميع الوفود الكرام الحاضرين العظام من شتى انحاء العالم سنغامبيا وجيني كونايكري وجيني بيساو ومالي وجميع الظواهر السنغال وغيرها من المدائن السنغاليه الاسلاميه والبلاد الاوروبيه العامه والى وفود الحكومه السنغاليه المحروسه التي تراس عليه السيد العزيز الحاكم عمر محمد فاضل وعلى العاصمه الاقليميه تماكولا ومناطقها ورفقائه الكرماء ويضيق الوقت ان تسميه كلهم والى الفخامه الرئيس الدوله السنغاليه الزعيم العظيم الحاج ماكي بساوي وكريمته الخاصه الصالحه حاجه مريم طيب صالح خاصه وابا حكومته جميعا اعانه الله واياهم على حمل اعباء الرساله اعباء الرياسه وخفف عليهم ويسلم اصلاح الاشكالات الشعبيه كما هي اهميتهم لابناء ارضهم ونجدد سلامنا الاقصى على السيد أبينا الوزير الدفاع والقوات المسلحة العسكرية السنغالية الحاج سيد الكبار وكذلك وزير الداخلية السيد علي بوي جاي جزاهم الله خيرا كثيرا بجميع ما تكلفوا به لنا في هذا الموعد المبارك وانزل الله حبيبنا واخينا الكريم الجليل الأم البلدية الحاج قريش الشام وما نسينا ببلاد الباعي وجميع ما أقام لنا في صعود هذا الأمر العظيم وبعد فهذا المولد المبارك أمر عظيم أصدره جدنا الشيخ أبو القادر فينا رحمه الله ونفعنا ببركته في زمان قديم وبعد مضي قرارات عديدة قام بتكبير هذا المولد في مكة كل بدن الشيخان الحبيبان الأكملان الجليلان الشقيقان بقيادة الشيخ الإسلام وبركة الأنا بالمعافر السادية والمكارم النامية دار اللئام الباقية الشيخ الحاج عمر رضي الله عنه الشهير بالحاج بافا جاء لا يكره في ذلك وزيره علامة تحريري وخير عقله وصاحب الاوليات في عمليات الفضوليات الشيخ الاسلام الحاج ابراهيم الشهير بالحاج صليبا الاكبر نفعنا الله بعظيم مكانهم في سبلنا وفي تقلباتنا الدنيويه ثم انتقل الامر العظيم الى ابنائهم الهجور عنايه والبحور درايه ولم يزل ولا يزال يتدفق
وحاضرين الإيتاء في هذا المحل المبارك، جعلنا الله وإياكم وأهل التوفيق بجاه صاحب الموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أهل التحقيق الكاتب بهذا البرنامج المبارك الشيخ محمد فولي جاري الأستاذ الندوة الطلابية المجلسية الجنرالية زعيم الدائرة الحاضرية نائب الكلمة العامة بالمادة كل مرتبة حفظهم الله ورعاهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.